مراسل شبكة سوريا مباشر من حلب للحديث عن هذا الموضوع، تفضل ياسين إليك. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. طبعا في البداية أريد أن أوضح أن هذا الخبر يعني ليس الآن، ارتكاب المجزرة ليست الآن. هناك بعض الأهالي كانوا متوجهون ونازحون نحو مدينة عزاز، ولكن كانوا يريدون المرور في مدينة مارع، فمنعهم سوار ذلك حرصا على سلامتهم، فحولوا طريقهم نحو تركمان بارح. وفي منطقة تركمان بارح وجدوا أكثر من 15 جثة، أغلبهم ذبح بالسكاكين، تركوهم على قارعة الطريق. طبعا الأهالي فزعوا بما رأوه، وأيضا هناك بعض الصور في تركمان بارح لهذه الجثث، بين الجثث طبعا مدنيين وعسكريين متواجدة الآن في تركمان بارح. يعني متوقع أن يوجد الكثير من الجثث بعد اقتحام التنظيم لعدد من القرى في الريف الشمالي. طيب، ما هو الوضع في مارع ياسين؟ بالنسبة لمدينة مارع الآن الوضع هادئ جدا، هناك بين الفترة والأخرى قصف لتنظيم داعش على مدينة مارع بالمدفعية وأيضا بالهاون، ولكن الآن الأوضاع هادئة. كان هناك اشتباكات عنيفة جدا في بلدة صوران، بغية محاولة التنظيم التقدم نحو البلدة والثوار منعوا ذلك التقدم. أيضا أريد أن أضيف على أن هناك كان محاولة لقوات النظام التقدم نحو مشفى حندرات وبعض نقاط الثوار في مناشر الحجر وأيضا في منطقة البريدج، ولكن تمكن الثوار من صد هذه الهجمة وتكبيد النظام خسائر مادية وبشرية. أشكرك ياسين أبو رائد، مراسل شبكة سوريا مباشر، حدثتنا من حلب.